هذه الدورة الرابعة عشر. إذن 14 ديال هذه الدورة 14. وشنو الأهمية؟ لأن كل سنة عندنا واحد دورة، وهذه الدورة هذه بحل دورة أخرى تهتم بالمصلح، فقط المصلح، ولكن المصلح جميع الشامل. وشنو المصلح الشامل؟ هو اللي كان فيه الرأس، وفيه الغناء، وفيه الشتيح لدونت، وفيه الموسيقى، وفيه أيضا الناس اللي كتبوا مسرحيات كبار بحال مولير، شكسبير، وكل شيء. إذن هذا العام هذا جبنا من الخارج واحد فرق اللي مش تلعب واحد رواية الأطفال الصغار، وأيضا رواية الناس الكبار، ولكن بغينا نضحكوهم وما يمشيوش للمسرح ويكون معبسين، ولكن يجيو ويخموا ويكونوا يمشيو بواحد أفكار جديدة وشافوا شيء جديد. ولكن أكثر من هذا بغينا نبداو بالأطفال الصغار باش يتبنى داك العقول ديالهم، وباش ملي كبروا بداو يهتموا بالمسرح، لأن المسرح كان عنده واحد الأهمية كبيرة شحال هذه، ولكن للأسف تفقدت هذه الأهمية. مات الصديقي الله يرحمه، مات طيب العاج الله يرحمه، مات مهور مسكين عاد قريبا الله يرحمه، وخدينا له تكريم السنة اللي داز كرمناه، لأنه ما خصناش نخليو الناس يموتوا عاد ندير لهم تكريم، هما عايشين باش نساعدهم. كاين سيموطا اللي ماشي يدوروا تكريم هذا العام هذا، خص الناس الممتنين اللي عايشين واحد العيشه ما كانش نتكلم عليهم، لانه حشومه الانسان يقول اللي عايشين واحد العيشه مؤسفه. انا شفتهم وتيجوا لعندي وداك الشيء، وتنساعدهم على القدر اللي تنقدروا، ولكن خصنا الدوله المغربيه والحكومه والمؤسسات الاقتصاديه الحره، وتا ايضا المؤسسات المغربيه العامه خصها تساعد الناس هذو وتكرمهم وتساعدهم باش يعيشوا احسن.